Buongiorno ragazzi, come state? Oggi la nostra lezione parla dei pronomi diretti. Yani i pronomi diretti, yani domoer il mubeshra. Fekrin fe derse tea i verbi transitivi e i verbi intransitivi. Lemmo qultilku in i verbi transitivi, li hel afaal il mutaaddiya, bigi ba'daha complemento oggetto diretto. Il pronome diretti diva bethel mahal il complemento oggetto diretto fardo. Yani dul pronomi diretti bethel mahal il complemento oggetto e diretto il home bebesh fi ablu preposizione a. طيب نيجي نبص هنا احنا عندنا زي ما احنا شايفين كده في البريما بيرسونا في singolare بتبقى مي وفي البلورال بتبقى تشي. E seconda persona, il singolare, bitibqa ti, e il plurale, bitibqa vi. E terza persona maschile, singolare, lo, plurale, li. Terza persona femminile, la, plurale, le. Terza persona, le, forma di cortesia, طبعا, forma di cortesia maschile o femminile, حمت في إيه من الأول خلاص إن هي بتبقى لي. فبالتالي هكون مكانها لا بالإل مايوسكولا. طيب. طبعا انتوا مش فاهمين برضو لسه اي حاجة، تعالوا دلوقتي نشوف شرح للكلام ده. طيب تعالوا نشوف هنا كده ايه هي البرونومي ديريتي دي وازاي بنوظفها في الجملة مكان الكومبلمنتو اوجيتو ديريتو. طيب هنا مكتوب البرونومي ديريتي سونو الضمائر المباشرة اهي. تعالوا الاول نرى ايزامبي وبالتالي نشوف ايه هي البرونومي ديريتي. لما يقول مثلا il padre chiama me، يعني ايه؟ يعني والوالد يناديني. طيب حد يجي يقول لي هو ما ينفعش اقول il padre chiama io، لا هقول لك io ده soggetto بيجي كفاعل فقط لا غير، زي بالظبط في الانجليش قول my father calls me، ما ينفعش اقول my father calls I، صح؟ نفس القصة in italiano. Il padre chiama me، me دي هنا اللي هي المفروض أنا، بس ما ينفعش أقول io، لأن io دي بتيجي كسوجيتو فقط. لما تيجي بقى كمفعول، أنا أجي كمفعول، بنستخدم me. طيب، لما يقول il padre chiama te، نفس القصة، il padre chiama te، te دي هنا برضو pronome أقصد برضو مفعول به، مفعول به، بس ما ينفعش أقول il padre chiama tu، tu برضو بتيجي كسوجيتو فقط، il padre chiama te. طيب يبقى عندي هنا io و tu، الاتنين دول ما ينفعش يجوا غير سوجيتو فقط، لكن بقية الضمائر بتاعتنا اللي هي lui و lei و noi و voi و loro بينفع يجوا كفاعل ويجوا كمفعول كمان. يعني ممكن نقول il padre chiama lui او il padre chiama Carlo مثلا، lui دي كهو أو اسم علم لأي شخص. ممكن أقول il padre chiama lei او il padre chiama Luisa او Carla او Madonna او أي حاجة. طيب نيجي نشوف هنا il padre chiama noi، il padre chiama voi، يعني الوالد يناديكم. il padre chiama loro، الوالد يناديهم، او ممكن اقول il padre chiama i ragazzi، الوالد ينادي على الاولاد، او il padre chiama loro اللي هتبقى مقصود بها le ragazze، لان احنا عارفين ان loro بتشير الى المذكر والمؤنث. طيب اللي عندنا هنا دول اللي هي مي وتي ولوي ولي ونوي وفوي ولورو، دول هنا دول كلهم كده ايه، دي جايه يعتبروا كومبلمنتو،
خلاص مفعول خلاص، لكن مش هي دي البرونومي ديريتي، لا ده دول قدامنا دول كده ده كومبلمنتو جيتو ديريتو مفعول به مباشر. ليه مباشر؟ عشان بعد الفيربو هنا وقبل الكومبلمنتو مفيش بريبوزيسيون، عشان كده قلنا ان هو ديريتو. طيب عايزين بقى نشيل الكومبلمنتو ده، كل الكومبلمنتي اللي عندنا اللي هي معموله بالاحمر دي، ونحط مكانها البرونوم الديريتو. طب نيجي نشوف بقى في حاله لما يكون الكومبلمنتو هو مي، هحط بقى برونوم ديريتو مكانه ايه؟ هتبقى هشطب على مي دي طبعا، واحط مكانها مي. مي البرونوم الديريتو مكانها هيبقى مي، ومش هتبقى بقى دو بويل فيربو زي ما هي موجوده هنا في اول فرازه. لما باجي اعمل برونوم ديريتو بحطه بريما ديل فيربو زي ما احنا شايفين هنا، فبقت ايه؟ البادري مي كياما، يعني الوالد يناديني. تمام. طيب نيجي نشوف هنا مثلا البادري كياما تي، فين الكومبلمنتو اللي عندنا هنا اهو تي. طب انا عايزه اشيل تي دي، هحط مكانها ايه برونومي ديريتو؟ هحط مكانها تي، فهقول البادري تي كياما. البادري تي كياما زي ما احنا شايفين مكان البرونومي ديريتو بيكون بريما ديل فيربو قبل الايه؟ قبل الفعل. طيب البادري كياما لوي، او البادري كياما كارلو، او البادري كياما باولو، اي حاجه دول كلهم هنشيلهم. اما يكون تيرسا بيرسونا سينجولاري بنشيلها وبنحط مكانها ايه؟ هنشيلها ونحط مكانها لو، فهقول البادري لو كياما. يعني ايه؟ يعني الاب يناديه، الاب يناديه. يعني هنا مثلا لو رجعنا اول جمله هقول ايه؟ الاب او الوالد ينادي ني، ني دي هي مي دي، الوالد ينادي كا انت، الوالد ينادي اللي هي الهاء الايه بتاع الضمير الغائب. طيب البادريك ياما لي او لويزا، نفس القصه هشيل لي او لويزا واحط مكانها ايه بقى؟ هحط مكانها لا، فهقول البادري لا كياما، الوالد يناديها. بدل ما كنت اقول هنا ايه الوالد ينادي عليها او الوالد ينادي لويزا، انا عايز اقول الوالد يناديها. الهاء دي بقى هي المفروض هي الايه بالترجمه بتاعت البرونومي ديريتو لا. تمام. زي ما احنا شايفين هنا في الإزامب دي كلها البرونومي ديريتي اللي عندنا، عندنا اول واحد مي وبعدين تي وبعدين اللو وبعدين اللا. زي ما احنا شايفين الفيربو كياما ده فيربو ترانزيتيفو ولا انترانزيتيفو، متعدي ولا لازم؟ لا ده فيربو ترانزيتيفو، يعني ترانزيتا باسا سو ان كومبلمنتو اوجيتو، بيعدي الاكسيون بتاعته ممكن تروح لكومبلمنتو اوجيتو سينسا بريبوزيسيون من غير ما استخدم حرف الجر. تمام. طيب نيجي نشوف المجموعه الثانيه هنا. البادري كياما نوي، البادري كياما نوي، فين الكومبلمنتو عندنا هنا؟ نوي هو ده الكومبلمنتو. طيب عايزه اشيل بقى ايه؟ الاب ينادي علينا. تمام. البادري كياما نوي، الاب ينادي علينا او الوالد ينادي علينا. طب عايزين نشيل النوي دي اللي هي الكومبلمنتو دي واحط بقى مكانها البرونوم، فهتبقى ايه؟ هشيل النوي وهتبقى تشي، فهتبقى البادري تشي كياما، الوالد ينادي علينا. في الترجمه بالعربي مش بنحس فيه فرق كبير ما بين الحاله دي والحاله دي. فهنقول مثلا البادري كياما نوي لو جيت ترجمتها فوق ايه؟ هقول الوالد ينادي علينا. طب لو جيت ترجمتها تحت اقول ايه؟ الوالد ينادي علينا برضو. تمام. يبقى النوي بتتحول لايه؟ بتتحول لتشي وبتتحط بريما ديل فيربو. طيب البادري كياما فوي، هنشيل فوي ونحط مكانها في، فهتبقى البادري في كياما. تمام كده. طب نيجي نشوف هنا بقى البادري كياما لورو، لو لورو دي مفهوم من النص كده ان هي بتدل على جمع مذكر مثلا زي كلمه اي راجاتسي، هحط مكانها هشيلها طبعا واحط مكانها لي،
فهقول il padre li chiama. تمام، طبعا احط لي دي طبعا زي ما احنا شايفين كده الاي بريما ديل فيربو قبل الفعل. طيب لو البادري كياما لورو، لورو دي المقصود بيها من الجمله، انا بفهم بقى من خلال الجمله هل هي لورو دي بتعود على مؤنث ولا بتعود على مذكر، وبناء عليه لو شفت او فهمت من خلال النص ان هي بتعود على جمع مؤنث، في الحاله دي هستبدلها بايه؟ هستبدلها باللي، فهقول البادري لي كياما، الوالد ينادي عليهن. لكن هنا هقول ايه؟ الوالد ينادي عليهم. تمام، طيب ده هنا البرونومي الديراتي. يبقى عندنا هنا في تشي وفي في وفي لي وفي لي، دي ضمائر هنا. يبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده في 8 ضمائر، 8 برونومي ديراتي اللي هم مي تي لو لا تشي في لي لي. طب هي حد يقول لي يا دكتور، طيب نفرض ان انا لقيت في الجمله البادري كياما لورو وسكت، مش فاهم، ما فيش حاجه في الجمله عندي بتدل اذا كان ده مذكر ولا مؤنث، هقول له يبقى الاصح هنا ان انا احط مكانها المذكر البادري لي كياما، ان المذكر بيغلب على المؤنث، الا لو كان في حاجه في الجمله بتحاول تفهمنا ان اللورو دي مقصود بيها جمع مؤنث. طيب زي ما شفنا كده اي برونومي ديراتي ضمائر مباشرة هو في التابلة اللي عندنا هنا، دول كده اللي هما السينجولار ودول البلورال، هما تمام زي ما احنا قلنا، بس هنا عندنا الفورمة دي كورتيزية هو مزودها عشان يوضحها انها بتتكتب بالال مايوسكولا. فاحنا قلنا عندنا مي تي ولو لا، واللا بالال مايوسكولا اللي هي الفورمة دي كورتيزية، وتشي وفي واللي واللي. تمام، تعالوا نرى ايه المكتوب هنا. بيقول اي برونومي ديراتي لو لا لا مايوسكولا اللي هي الفورمة دي كورتيزية، لي لا مي تي تشي في اللي هم كل المكتوبين هنا دول، سي اوزانو بيستخدموا بير سوستيتوير، نومي دي بيرسونة بنستخدمهم عشان يحلوا محل أسماء أشخاص، كوزة أو أشياء أو أنيمالي أو حيوانات. يعني البرونومي دي بتستخدم مكان أشخاص أو أشياء أو حيوانات أو أي حاجة. تمام، طيب تعالوا نشوف هنا أول إزامبيو. سكوزي دوفا إل بونت فيكيو، فين البونت فيكيو؟ فالطرف الثاني رد عليه قال له الي لو فيدي، اهو موجود هناك، شايفه هنا بقى بدل ما في السؤال ده يرجع يقول له الي فيدي البونت فيكيو، انت شايف البونت فيكيو؟ طبعا هنا البونت فيكيو دي هنا هي الكومبلمنتو، زي ما احنا شايفين كده هي كومبلمنتو ديريتو عشان ما فيش هنا بريبوزيسيونه، فاحنا هنشيل بقى البونت فيكيو دي ونحط مكانها ايه؟ هنحط مكانها لو. ليه؟ ان البونت فيكيو دي سينجولار مفرد مذكر، طب ايه اللي بيحل محل المفرد المذكر اللي هي الترسا بيرسونا؟ اهي اللو، فقال له اي لي لو فيدي. تمام كده، طيب نيجي نشوف تاني جمله. دانييلا جواردي لا تي فو، هي ردت عليه قالت له نو اورا نون لا جواردو، يعني هي كانت المفروض ترد تقول ايه؟ نو نون جواردو لا تي فو، خلاص. فبدل ما تعيد كلمه لا تي فو مره تانية، شلنا لا تي فو دي اللي هي الكومبلمنتو ديريتو وحطينا مكانها لا عشان دي تيرسا بيرسونا فيمينيل بقى المره دي اللي هي لا دي، فقالت نو نون لا جواردو، حطينا لا بدل لا تي فو حطيناها بريما ديل فيربو. بعد كده سينيورا روسي لا ال مايوسكولا، طبعا احنا قلنا ال دي هو كاتبها كده، احنا قلنا عشان ما نلخبطش نفسنا كاننا مش شايفين الايه اللي بال مينوسكولا دي. فعندنا هنا بيقول لها سينيورا روسي لا كيامو لوني دي، بقول لها ايه يعني اكلم حضرتك يوم الاثنين؟ فهو كان ممكن يقول لها سينيورا روسي كيامو لاي لوني دي، اكلم حضرتك يوم الاثنين، فهو شال اللي دي اللي هي الفورمه دي كورتيزيه وحطينا مكانها
ال خلاص حطينا مكانها لا سكوزاتي، حطينا مكانها لا وبرضو بالال مايوسكول عشان دي فورما دي كورتيزيه، فقالها سينيورا روسي لك يا مولوني دي. وطبعا لما شلنا اللي هي هنا اللي هي الكومبلمنتو حطيناها بريما دي الفيربو. نشوف الجمله اللي بعدها، راجاتسي كواندو فاتي اي كومبيتي، هما قالوا لي فاتشامو ستاسيرا. جت ازاي لي فاتشامو ستاسيرا دي؟ المفروض ان هما كانوا هيقولوا ايه، فاتشامو اي كومبيتي ستاسيرا، عشان ما نكررش اي كومبيتي عملنا ايه، شلنا اي كومبيتي وشفنا هي مين اللي ينفع يحل محلها من مجموعة الضمائر اللي عندنا هنا البرونومي ديراتي دي، لان ان دي جمع مذكر، فجمع مذكر اللي هي لي، فشلنا وحطينا مكانها لي وحطيناها بريما ديل فيربو، فقلنا لي فاتشامو ستاسيرا. طيب برونو اي لي سيجاريت، هو رد قال له نو نون ليو. جت ازاي؟ المفروض يقولوا نو 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 لي سيجاريت، شلنا لي سيجاريت وشفنا الضمير البرونومي اللي مناسب مكانها للجمع المؤنث اللي هو لي، فهنشيل لي سيجاريت ونحط مكانها لي ونحطها بريما ديل فيربو، فهتبقى نو نون لي او. جميل جدا. طيب الجملة اللي بعد كده، برونا دوفي ساي تي سينتو ما نون تي فيدو، يعني ايه الجمله دي؟ بيقول لها برونا انت فين، انا سامعك بس مش شايفك. طيب الجمله دي اصلها ايه؟ برونا دوفي ساي سينتو تي ما نون فيدو تي، تمام. طيب التي دي احنا قلنا اللي هي تو بس في حاله الايه المفعول. طب لما اشيل بقى التي دي هحط مكانها ايه ككومبلمنتو ديريتو، هحط مكانها تي، فهتبقى برونا دوفي ساي تي سينتو، شلنا التي من هنا وحطيناها بريما ديل فيربو وعملناها تي سينتو، ما نون تي فيدو، نفس القصه مع التي دي. وناخد بالنا طبعا ان انا هنا بعد البونتو انتروجاتيفو حطيت التي مايوسكول عشان البونتو انتروجاتيفو اللي هي علامة الاستفهام دي كأنها بالظبط نقطة بعدها بنبتدي ب مايوسكولا. طيب الجملة اللي بعد كده عندنا، نشوف هنا الأول بيقول ايه، دي سوليتو اي برونومي ديراتي سي تروفانو بريما ديل فيربو، دي هنا بيقول عادة عادة الضمائر المباشرة بتوجد قبل الفعل. ليه عادة؟ هنشوف دلوقتي، عشان في بعض حالات كده زي اللي هنشوفها كمان شوية ممكن البرونومي ديريتي بتيجي دوبو الفيربو، بعد الفيربو. اي ريسبوندونو على دوماند كي او كي كوزا، زي ما شفنا في الدرس بتاع الفيرب ترانزيتيف والانترانزيتيف. الكومبليمنتو ديريتو بيحل محله البرونومي الديريتو، الضمير المباشر ما بنش المفعول المباشر لما بنشيله بيحل محله الضمير المباشر. طيب اما احب اسال عن الضمير المباشر ده بسال بايه؟ بسال بكي او بكي كوزا. فهو ده مثلا بيقول ماريو كي تي بورتا الا ستاسيون، مين اللي بيوديك الستاسيون؟ رد عليه قال له مي بورتا داريو. طب نيجي نشوف اصل الجمله دي ايه، ماريو كي بورتا تي الا ستاسيون، مين بيوديك المحطه؟ فهنا برضو دي اصل ايه، كي تي بورتا الا ستاسيون، اصلها ايه كي بورتا تي. طب ما نيجي نستخدم برونومي هنشيل التي دي ونخليها ايه، نخليها تي ونحطها بريما ديل فيربو، فهتبقى ماريو كي تي بورتا الا ستاسيون. ناخد بالنا بقى ان هنا هو بقى ماريو بيجاوب على السؤال، فبيقول له ايه مي بورتا داريو. ناخد بالنا بقى من الحته دي، يعني المفروض دي اصلها ايه، اصلها داريو بورتا مي، داريو هو اللي بيوصلني، المي دي برضو هحولها المي واحطها بريما ديل فيربو، فتبقى داريو مي بورتا، داريو هو اللي ايه اللي بيوصلني. طيب ناخد بالنا بقى هنا من النقطة دي، هنا ما بيقول ماريو كي تي بورتا على ستاسيون، مين بيوصلك انت المحطة؟ فهو لما جه يرد ما قالش بقى تي بورتا، لا التي دي اتحولت هنا لايه، لمي، مين اللي بيوصلك المحطة؟ فقال داريو بيوصلني انا،
ففي السؤال كان عندي هنا تي اتحولت في الإجابة لإيه؟ لمي، عشان حتى في العربية بيقولك مين اللي بيوصلك البيت، انت هترد تقول مثلا والدي بيوصلني البيت، ولا بتقول والدي بيوصلك، لا الكاف المخاطب دي بتتحول الى ياء المتكلم. نفس القصة هنا عندنا، التي دي هتتحول لايه؟ لمي. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل التاني ده. لوتشيا اي تينا i vostri amici vi cercano da due ore. Lucia e Tina, i vostri amici vi cercano da due ore. بيقولهم يعني ايه الجملة دي؟ لوتشيا انت وتينا اصدقائكم بيبحثوا عنكم من ساعتين. ردوا عليهم قال لهم ايه؟ ci cercano، بيدوروا علينا احنا، davvero حقيقي معقول. طب تعالوا نفصص الاسامبيو ده. الاسامبيو ده قصده ايه او اصله ايه؟ Lucia e Tina, i vostri amici cercano voi da due ore. بيدوروا عليكم انتم من ساعتين. فvoi دي كومبلمنت اوجيتو ديريتو مفعول به مباشر، حولناها لبرونومي ديريتو فقلنا ايه؟ Lucia e Tina, i vostri amici vi، وحطيناها بريما ديل فيربو فقلنا vi cercano da due ore. طيب ده كده اول جمله دي، تمام. تاني جملة بقى، فهما بيستغربوا بقى لوتشيا وتينا دول بيقولهم بيدوروا علينا، فبالتالي بقى فوي دي تحولت لإيه؟ تحولت لنوي. فقالوا تشيركانو نوي، بيدوروا علينا احنا، دافيرو حقيقي. فبدل ما يقولوا تشيركانو نوي خلوا برضو النوي مكانها برونوم ديريتو، فقالوا ايه؟ تشي تشيركانو دافيرو. يبقى ناخد بالنا هنا ان لما يكون في حوار مثلا المخاطب اللي هو بفوي او بتو، لما باجي بقى انا ابقى متكلم انا اللي هرد مثلا على السؤال ده، هحول التو هتتحول لايه او التي هتتحول لمي والفي هتتحول لتشي. فنكون مركزين في الحاجات دي، ما يكون سؤال واجابه نكون مركزين كويس ان انا ايه انقل الضمير من المخاطب للمتكلم. طيب تعالوا نقرأ مع بعض الكلام المكتوب هنا. Quando c'è un verbo all'infinito preceduto da un verbo modale, il pronome diretto va unito all'infinito o prima del verbo modale. يعني الكلام ده، مبدئيا احنا عارفين ايه هي i verbi modali. الفيرب المودالي يا إما أو هما potere و volere و dovere، وكمان بزود عليهم sapere، تمام. الفيرب المودالي دول دايما بيجي بعدهم infinito، دايما بيجي بعدهم الفعل في المصدر، جميل جدا. طيب دلوقتي لما quando c'è un verbo all'infinito، لما يكون في فعل في المصدر preceduto da un verbo modale، ويكون الفعل اللي في المصدر ده مسبوق بواحد من الفيربي مودالي دي، il pronome diretto، البرونومي diretto اللي احنا لسه شفناه من شويه دول، va unito all'infinito، يعني ايه؟ بيتحد مع المصدر، يا اما هحطه هنا هو بعد المصدر، يا اما او prima del verbo modale هحطه هنا. يبقى البرونومي يا اما هيتحط بعد المصدر يا اما هيتحط قبل الفيرب مودال، ما ينفعش ابدا اجي احطه في النص هنا كده، يبقى غلط. برونوم ديريتو يا اما هنا في الاخر بعد المصدر، يا اما اساسا في الاول خالص قبل الفيرب مودال. طيب تعالوا نشوف اسامبي. تيريزا كيودي لا فينسترا بير فافوري، من فضلك اغلقي النافذه. فهي اجابت على السؤال، قالت نو فوليو لاشارلا ابيرتا، لا انا عايزه اسيبها مفتوحه. طيب الجمله دي اصلها ايه؟ اصلها نو فوليو لاشار لا فينسترا ابيرتا، انا عايزه اسيب الشباك مفتوح. طيب فين هنا الكومبلمنتو في الفرازه اللي هو فوليو لاشار لا فينسترا؟ فوليو ده الفيرب مودالي، ولاشار ده الانفينيتو المصدر اللي جاي بعد الفيرب مودالي. فين بقى الكومبلمنتو؟ اهو لا فينسترا، هو ده. طيب هنشيل لا فينسترا نحط مكانها ايه؟ نحط مكانها لا. لا دي بقى هحطها في مكان من اتنين، يا اما بعد الانفينيتو هنا اهو، يا اما قبل الفيربو مودالي اصلا. طب نيجي نشوف ازاي برضو.
لما هنحطها بعد الانفينيتو لازم اخد بالي من حاجة مهمة جدا، ان انا بشيل ال a دهيت خالص وبحط الـ اللي هو البرونوم ديريتو اونيتو الانفينيتو. يعني ايه اونيتو؟ يعني ملزوق فيه كده، مفيش سباتيو، مفيش سبيس في النص. بقول نو فوليو لاشارلا ابيرتا، لا انا عايزة اسيبها مفتوحة. طب ده مكان ان انا حطيتها بعد المصدر على طول ومتحدة فيه. طيب يا اما اقول ايه، نو لا فوليو لاشاري ابيرتا، انا عايز اسيبها مفتوحة. حطيت اللا فين؟ قبل الفيربو مودالي. تمام. طيب يبقى المعلومة دي مهمة، ان المكان البرونومي ديريتو لما يكون جاي مع ايفيربي مودالي وبعديهم انفينيتو، يا اما في مكان من الاتنين، والاتنين صح، يا اما بعد الانفينيتو خلاص وتكون ملزوقة فيه، وطبعا بنحذف الايه الحرف المتحرك اللي هو الايه اللي بيبقى في الاخر ده، او نحطه قبل الفيربو مودالي. جميل جدا. حاجة تانية هنا بقى بيقول il pronome lo può anche sostituire un'intera frase. الضمير لو ده ممكن يحل محل جملة كاملة. ازاي؟ هنا بيقول مثلا كيارا viene al cinema domani sera، انت هتيجي السينما بكرة، فقالت له non lo so. non lo so دي اللو دي حلت محل ايه؟ حلت محل الجملة دي كلها. يعني كانت ممكن تقول ايه non so se vengo al cinema domani sera، كانت ممكن تعيد الجملة كلها تقول non so se vengo al cinema domani sera، بدل بقى ما تعيد الجملة كلها تاني قالت ايه non lo so. طب نشوف اسمبيو تاني هنا، مثلا tu dici che non andiamo al cinema، انت بتقول ان احنا مش هنروح السينما، فهو قال له ايه si lo dico، انا بقول كده، او كان ممكن ايه يقول si dico che non andiamo al cinema، بس بدل ما اعيد الجملة كلها تاني واقول si dico che non andiamo al cinema، لا رحت شلت الجملة كلها وحطيت مكانها ايه lo. طب لو في حالة نيجاتيوني نفي نقولها ازاي؟ هقول نو نون لو ديكو، لا انا ما قلتش كده، بنحطها قبل الفيرب. لو بتتحط قبل الفيرب مباشرة، مش قبل النون، ما حدش يجي يحطها لي قبل النون، بنحطها قبل الفيرب مباشرة. طيب attenzione، انتبه، davanti a parole che iniziano per vocale، في الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك، i pronomi di terza persona singolare، البرونومي الديريتي اللي هم من terza persona singolare اللي هم lo والla والla الفورما دي كورتيزية، possono prendere l'apostrofo، ممكن نحط لهم apostrofo، يعني نشيل الo دي او الa دي ونحط مكانها apostrofo، خلاص، e diventare l'apostrofo او l maiuscola apostrofo، mentre lì e le اللي هما بقى بتوع البلورال non cambiano mai. يعني ايه الكلام ده؟ احنا دلوقتي عندنا بنتكلم على ايه البرونومي اللي هما لو واللا واللي واللي، اللو واللا لما يجي بعديهم فيربو بادئ بحرف متحرك هنشيل الحرف المتحرك الاو او الا ونحط مكانها ابوستروفو، لكن اللي واللي اللي هما البرونومي الديريتي بتوع التيرسا بيرسونا بلورال عمرهم ما بيتغيروا حتى لو في بعدهم فيربو بيبدا بفوكال. طب تعالوا نشوف هنا بيقول كواندو اكومباني لاورا ا روما، متى ستصطحب لاورا الى روما؟ فهو فين الكومبلمنتو اللي عندنا هنا اللي هو لاورا، هشيله واحط مكانه لا، فالمفروض اقول ايه لا اكومبانيو دوماني، فهقول لا بعد كده عندنا فيربو اكومبانيو بادئ بآ برضو، فعشان ما يبقاش فيه دوي فوكالي ورا بعض شلنا الآ اللي هي في ال هنا وحطينا دي مكانها ابوستروف وبقت لا كومبانيو دوماني. طيب بعد كده ما جايا اما لوكا، هي جايه بتحب لوكا، لوكا ده طبعا اسم ماسكيله، ها ما تلخبطش فيه، لوكا ده ماسكيله. ما جايه اما لوكا، لوكا طبعا هو الكومبلمنتو هنشيله ونحط مكانه لو، فهقول سي لو اما مولتو، بس هو انا مش كاتبها لو، كاتبها الابوستروفو عشان اللو جاي هنا بعد كده فيربو اماري، ففي دوي فوكالي هنشيل الاو بتاعه اللو ونحط مكانها ابوستروفو. طب حد يقول لي دكتور ننفع نكتبها احنا لو اما؟ لا ما ينفعش، هي لازم تتكتب كده. طيب
طيب بعد كده أجستاتي فوي للبيتشيكليتي، انتوا هتصلحوا العجل. ف رد قال سي لي أجستيامو نوي، احنا عندنا في الفراز دي فين الكومبليمنتو؟ هو للبيتشيكليتي ده صح، هنشيله نحطه مكانه ليه؟ نيجي بقى حطيناها بريما ديل فيربو، فقلنا لي أجستيامو نوي. ناخد بالنا هنا بقى اللي بالرغم من ان فيربو أجستاري بادئ بفوكالي بس ما بتتغيرش ولا هي ولا اللي. طيب اخر جملة، اميري مارا اي لويجي، هل انت معجب بيهم يعني؟ فقال له سي لي اميرو مولتو، انا معجب بيهم جدا. طيب يبقى مارتا اي لويجي طبعا ده هنا بلورالي، خلاص طبعا عندنا هنا او مارا، اميري مارا اي لويجي، طبعا مارا ده فيمينيلا ولويجي ماسكيلي ماسكيلا، في الحالة دي طبعا الماسكيل بيغلب على الفيمينيل فهنحط مكانه لي. طيب نيجي نشوف بقى هنا لي، وجي بعد كده فيربو اميرو، بالرغم من انه بدأ بفوكالي برضو سبناه سبنا البرونوميلي زي ما هو. تمام، في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها بخصوص البرونومي ديراتي، وهي لما تكون مع فيربو او لما تيجي مع فيربو كونيوجاتو الباساتو بروسيمو، لما تيجي مع فيربو متصرف في الباساتو بروسيمو. احنا عارفين زي ما مكتوب هنا كده ان nel passato prossimo quando si usa avere la terminazione del participio è in o. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون الفيرب متصرف في الباساتو بروسيمو ويكون الاوزيليار بتاع الفيرب هو avere، دايما الparticipio passato بينتهي ب او، زي مثلا هنا جاني ha acceso la radio، دي هنا جملة طبيعية جدا ما فيهاش اي برونومي ولا حاجة، فعندي هنا جاني هو السوجيتو و اتشيزو ده الفيربو، طبعا ده هو الاوزيلياري اللي هو فيربو افيري و اتشيزو ده البارتيشيبيو باساتو، وزي ما احنا شايفين هو منتهي ب او. وبعدين عندنا الكومبليمنتو اوجيتو ديريتو اللي هو لا راديو، نفس القصة هنا i ragazzi hanno lavato la macchina، i ragazzi هم السوجيتو و hanno ده الأوزيلياري اللي هو فيربو avere و lavato هو الparticipio passato بتاع الفيربو lavare، فالكومبليمنتو عندنا هنا هو la macchina وده برضو كومبليمنتو ديريتو، دي هنا جمل ما فيهاش برونومي. طيب لو انا حبيت بقى اوظف البرونومي ديريتو، انا بتكلم عن البرونومي ديريتو، حبيت اوظفه مع فيربو يكون متصرف في الباساتو بروسيمو، هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف. attenzione quando prima del passato prossimo usiamo i pronomi diretti lo, la, li, le, la desinenza del participio passato cambia sempre a quattro desinenze o, a, i, e. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لما يكون الفيرب متصرف في الباساتو بروسيمو وهنستخدم البرونومي ديريتي واحد من الاربعه دول، وبنركز على الاربعه دول عشان الاربعه دول هو اللي لازم اعمل معاهم كده، الاربعه التانيين اللي هم مي تي تشي في هنتكلم عنهم كمان شويه، لكن الاربعه دول اللي هم اللو واللا واللي واللي لازم بنعمل معاهم أكوردو. يعني ايه أكوردو؟ يعني النهاية بتاعة البارتيشيبيو باساتو آخر حرف اللي هو بيكون أو ده بيتغير، بيتغير يا إما هيفضل أو زي ما هو يا إما هيبقى أ يا إما هيبقى إي يا إما هيبقى إيه. طب ده على حسب إيه؟ على حسب البرونومي اللي أنا هحطه قبل البارتيشيبيو باساتو. طيب عشان نفهم أكتر تعالوا نقرأ الإزامبي هنا. quando hai visto مارتشيلو، انت شفت مارتشيلو امتى؟ جاوب هنا قال لو فيستو ياري، طبعا اللو دي اللي هي الابوستروف دي عايده ايه او بتحل محل اللو، وطبعا شلنا الاو وحطينا ابوستروف عشان زي ما اتفقنا ان انا بنطق دو فوكالي ورا بعض، اوكي؟ فقلت هنا لو فيستو، اللو دي اللي هي بتدل على مفرد مذكر، فعشان كده نهايه البارتيشيبيو باساتو اللي هي الاو دي فضلت او زي ما هي، تمام؟ لكن
لو مثلا زي الجملة دي كده لقينا quando hai visto Sara، هنا الكومبلمنتو بقى ايه؟ سارة. الكومبلمنتو ديريتو عندي سارة. هنا في الحالة دي هو مفرد بس مؤنث. هنلاحظ بقى التغيير اللي هيحصل، هنلاقي هنا مكتوب ايه؟ لو فيستا ييري. طبعا ال apostrophe دي المرة دي بتحل محل لا، يعني المرة دي احنا شلنا ايه؟ فوكال اه وحطينا ابوستروفو. ناخد بالنا بقى هنا اللي بنتكلم عنه اخر حرف البارتيسيبيو باساتو، زي ما احنا شايفين هنا ما بقاش او، بقى ايه؟ بقى ا. انا عملت اكوردو عشان البرونوم اللي اتحط هنا هو لا، فبقى لو فيستا ييري. يبقى معنى كده ان انا لو هوظف برونوم انديريتو لا قبل البارتيسيبيو باساتو لازم اعمل اكوردو واحط ايه؟ واحط النهايه بتاعت البارتيسيبيو باساتو تبقى ا. بعد كده quando hai visto Dino e Pino، دينو اي بينو دول ايه البرونوم المناسب ان انا احطه مكانهم اللي هو لي، هحطه قبل الفيربو لي او فيستي ياري. تمام. طيب نيجي نبص هنا، طبعا ليه بقى خلاص دي بتتكتب زي ما هي، احنا اتفقنا على ان اللي بتحط فيهم ابوستروف دول هم اللو واللا فقط، لكن اللي واللي لا، فهنا سيبناها زي ما هي. فقلنا لي او فيستي، قلنا لي او فيستي اياري. نلاحظ ان اللي هنا البرونوم الديريتو عملنا اكوردو معاه في البارتيسيبي باساتو وحطينا برضو اي. كمان عندنا في آخر إزامبيو quando ha visto Lucia e Pina، Lucia e Pina نحط مكانهم لي. تعالوا بقى نبص هنا نلاقي لي أو فيستا ياري، برضو خدنا اللي وعملنا أكوردو في البارتيسيبيو باساتو بنفس الإيه النهاية اللي هي إيه عشان دي بلورالي فيمينيلي. خلاص يبقى معنى كده إن لو البارتيسيبيو باساتو في النهاية هيفضل زي ما هو، لكن إلا البارتيسيبيو باساتو هينتهي بأ. طب اللي هينتهي بإي، طيب اللي هينتهي بإيه. نقطة تانية مهمة ناخد بالنا إن البرونوم إنديريتو بيتحط قبل الأوزيلياري مش بعده، بيتحط قبل الأوزيلياري يعني قبل فيربو أفير، ما حد يجي يحطه قبل البارتيتشيبيو، لا هو مش بيتحط قبل البارتيتشيبيو نفسه، هو بيتحط قبل الفيربو أفير كله، يعني في الأول هنا خالص أبتدي أحط إيه البرونوم ديريتو المناسب. طيب نوتا بينه، quando prima del passato prossimo usiamo i pronomi diretti mi, ti, ci, vi, la desinenza del participio è o oppure o, a, i, e. هنا بقى بيقول بدأ يتكلم عن الأربعة برونومي التانيين اللي هم مي وتي وتشي وفي. هو هنا بيقول إن الأكوردو مع الضمائر دي ده حاجة اختيارية اوبتسيونال، ما هياش إجبارية زي اللو واللا واللي واللي، وجايب إزامبي على كده. يعني بيقول مثلا هنا جاني في ا انكونتراتو ياري على سينما، هنا عندنا البرونومي هو في. نلاحظ ان هو في الجملة دي ما عملش اكوردو، ساب لنهاية البارتيسيبيو باساتو او زي ما هي، لكن في الجملة اللي تحتيها قال جاني في ا انكونتراتو ياري على سينما، هنا عمل اكوردو بايه؟ على اعتبار ان المجموعة اللي بيخاطبها هي مؤنث، مجموعة مؤنثة بلورالي فيمينيلا. طيب لو كانت المجموعة دي مذكرة هل كنت هقول انكونتراتي برضو؟ لا، كنت هقول في ا انكونتراتي بالاي في النهاية. تمام. طيب نفس القصة في الإزامبيو اللي تحت، هنا بيقول لويزا تي أكومبانياتو إل بابو. طبعا احنا ناخد بالنا هنا لويزا مادام بعديها فيرجولا كده تحت يبقى معنى كده أنا بكلم لويزا، فبقول لها يا لويزا هل باباكي اصطحبك؟ فهنا نلاحظ إن تي طبعا مفهوم من الجملة دي هنا إن تي بتعايدة على لويزا، فلويزا مخاطب مؤنث. فأنا عندي اختيارين، يا إما أسيب الأو زي ما هي بتاعت البارتيتشيبيو باساتو وما عملش أكوردو، يا إما زي ما هو عمل في الإزامبيو التاني قال لويزا تي أكومبانياتا إل بابو وعمل أكوردو مع تي. طبعا ده في حالة ما يكون المخاطب اللي قدامي مؤنث.
Così ragazzi abbiamo finito i pronomi diretti. Voglio che voi li studiate benissimo per risolvere oppure per fare gli esercizi la prossima volta. Ciao ciao!